بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، إن شاء الله هنحل مع بعض إكزامان نميرو سيس ودي سيت ودي سبيت 16 17 18. إكزامان نميرو سيس هيبقى باج سون سوسونت، طبعا سون سوسونت اللي هي 160، وإن شاء الله انتظروا الحصة الجاية بإذن الله رب العالمين. مراجعات على الوحدة الأولى والوحدة الثانية من بداية المنهج خالص، هنراجع مع بعض إن شاء الله عشان الاستعداد للامتحان. بسم الله. أول حاجة الدوكيمو الأولى في الإكزامان. سالو سامي كيلاج تو ان، اهلا يا سامي عمرك كم سنة؟ طبعا رد طبعا سامي جي سيزون، عندي 16 سنة ادمي ونصف. جو سوي ني، انا اتولدت لو 18 اكتوبر، طبعا 18 اكتوبر. تو ا دي كوبان، عندك اصدقاء. وي جي دوك، وي دو كوبان، ايوه انا عندي 2 علي اي احمد. كومو سونتيل، واحنا قلنا كومو مع اتر طبعا بيبقى معناها صيف. صيفهم لي الزون كيلاج، وعندهم كم سنة. علي اي سيرفيابل، طبعا سيرفيابل يعني خدوم. الادي سيتون، عنده 17 سنة. كوم توا، مثلك. مثل مين؟ مثل رامي، لان رامي اللي بيتكلم. احمد اي بافار رغايب سرسار، الى كانزون، عنده 15 سنه. مو طبعا رد رامي ان مو جو شات افيك دي كوبا فرونسي، انا بدخل على الشات مع اصدقاء فرنسويين. اي اونجلي، اول سؤال بيقول لي رامي طبعا هنا قال له ايه، واحنا بن وهو بيساله سامي قال له كومو سونتيل ال اي الزون كيلاج، رد علي قال له الي سيرفيابل الى دي سيتون كوم تو، هو عنده 17 سنه مثلك، يبقى هتبقى الاجابه دي سيتون. دي سيتون يعني 17 سنه، يبقى الاجابه هتبقى نيميرو سي. تمام. بعد كده السؤال الثاني سامي عفوا سامي ايه، سامي ايم، سامي بحب طبعا ايدي لي جون، ليه؟ لانه سيرفيابل، سيرفيابل يعني خدوم، خلاص يبقى هنا ايدي لي جون، بيحب بيساعد الناس. السؤال انا عندي هنا طبعا السؤال اللي بعده، رامي شات، رامي شات افيك دي كوبان، رامي بيدخل على الشات مع اصدقاء. هنا في اخر سطر عندي في الديكومو قال موجو شات افيك دي كوبان فرنسي، انا بدخل على الشات مع اصدقاء فرنسويين، يبقى كوبان فرنسي. سامي ايني، سامي اتولد امتى؟ طبعا هنا فوق بقول له ايه، هنا ليني طبعا هون اكتوبر، اتولد اكتوبر. تمام. ليه؟ لان سامي بيتكلم على لسان نفسه في الدوكيمو فوق، بقول جي سيزون ادمي، انا عندي 16 سنة ونص. جو سوي ني 18 اكتوبر، يبقى هو اتولد في اكتوبر. تمام. ده بالنسبة الدوكيمو التانية. هنا بقول لي ليه الدوكيمو بيشوازي لو بون جروب، اختار الاجابة الصحيحة. اول حاجة الدوكيمو دوما غدا سي لا رونتري سكولير، العودة المدرسية. اون فرانس، في فرنسا. مون بير ماشيت ان جران ساك، بابا اشترى لي شنطة كبيرة، ادو شنطة ظهر. الايروج اي جادور سيت كولير، الشنطة حمراء وانا بعشق اللون ده. مون بير ماشيت انتروس بلو، مامتي اشترت لي مقلمة زرقاء. دان لا تروس، في المقلمة جومي دو ستيلو بلو، حطيت 2 قلم ازرق. ان ستيلو روج، قلم احمر. ان جوم فيرت، طبعا استيكة خضراء. ان فيتر، قلم في الماستر. دي كريو اي ان تاي كريون، طبعا اقلام رصاص وبراية. دان لو ساك، في الشنطة. جورانج مي ليفر، انا رتبت كتبي. مي كاي كراساتي دو كلاس دو اكسرسيس، وطاقة الكراسات بتاع الاكسرسيس. اوليسي، في المدرسة. جي ويت ماتير، انا عندي 8 مواد دراسية. مي جادور لي ماس، وانا بعشق الماس. ايلو فرنسي والفرنساوي. جونين با لونجلي، مش بحب الانجليش. اول سؤال بقول لو بير اشيت اسون فيس، يبقى هتبقى انساك ادو، اشترى له شنطة ظهر. اتنين دان لو ساك ادو اليا، الشنطة فيها ايه؟ طبعا دي ليفر، فيها ايه؟ كتب. بعد كده سبعة دان لو ليسي ليليف ايه، في المدرسة التلميذ بحب طبعا ليماس، لانه باخر سطر عندي بيقول لي جادور ليماس، انا بعشق. دان لا تروس اليا، المقلمة فيها طبعا انستيلو روج، قلم احمر، هي دي الاجابة الصحيحة. بعد كده سؤال السيتياسيون،
سؤال السيتياسيون هنبدأ اللي هو المواقف. تو دي موند، انت بتسأل، اتو نامي سون نو، بنسأل عن اسمه. كيسكي تو دي، يبقى انا هوجه سؤال لان فيه تو في الاول وتو في الاخر، يبقى اقول لكم مونتو تابيل وبسأل عن الاسم. ما اسمك؟ السؤال الثاني هنا بقول لي تو تانفورم، وتو تانفورم هي هي تو دي موند. انت بتسأل سور ليتا دو سانتي، ودي عن الصحة، بتسأل الصحة كيسك ال دي، يبقى انا سألت هو يجاوب، يبقى هقول له سا فا بيان ميرسي، بخير وايه وشكرا. تو سالو، انت بتسلم او بتحيي تي بارون لو سوار، يبقى انا بحيي والدي امتى؟ في المساء. تو دي، يبقى هقول لهم بون سوار. السؤال رقم 12 اللي بعده، تو ديكري، انت بتصف تونامي صديقك ابو كودامي، عنده كثير من الاصدقاء، يبقى هو سوسيابل اجتماعي. 13 تو انديك، انت بتوضح تي ديفو، ديفو يعني عيوب، بتوضح عيوبك. كيسكي تو دي، هتقول ايه؟ هتقول جو سوي ديز اورديني، انا غير مرتب. 14 تو دي موند، انت بتسال اتونامي سوناج، بتسال صديقك عن عمره. كيسكي تو دي وتو دي موند وتو في الاخر، يبقى بوجه سؤال، والسؤال هنا عن العمر، يبقى كل كيل اج اتو. بعد كده تنمي تو دي موند، صديقك سالك لي زوبجي دون تون ساك ادو، عن الادوات اللي موجوده في الشنطه. كيسكيل دي، هيقول لك ايه وهو بيسالك؟ يبقى هيقول لك كيسكي تو ادال لو ساك، معاك ايه في الشنطه. السؤال اللي بعده هو سؤال الجرامير. هنبدا اول سؤال، بولي لي فرير دو فريد، احنا قلنا دوب اللي بعدها بنشطب عليها، وبتعامل مع الفعل اللي ظهر اول الجمله. لي فرير هنا اخوات فريده، جمع مذكر، هيبقى جمول الجمع الايه؟ المذكر. السؤال الثاني سون ايديوت، ايديوت يعني اغبياء او سخفاء يعني، فطبعا هنا جمع مؤنث، يبقى ال سون ايديوت. تمام. بعد كده ال سون دي تونيس، طبعا ال هنا للجمع الايه؟ المذكر، يبقى انا هختار كوبان للجمع الايه؟ المذكر. سوسون بي دي، وبي دي هتبقى هنا طبعا سوسو، بيجي بعدها جمع على طول، يبقى هتبقى دي بي دي. بعد كده سيتين، هنا ان للفيمينا مؤنث، يبقى نوفيل كامراد اون كلاس. السؤال اللي بعده لي تروس، تروس جمع مؤنث، سون طبعا قلنا مارو اورانج، لونين بيجوا مؤنث ومذكر ومفرد وجمع. عالي اي هتبقى طبعا لو، لان عالي مذكر وما ينفعش احط ابوستروف اي قدام اي عدد، فهتبقى عالي اي لو اونزيام اليف عالي كل. هنا اول سؤال بيقول لي اكتيفيتي، اكتيفيتي جمع مؤنث، فانا طبعا هاخد كل الجمع الايه؟ المؤنث. تمام كده. نبدا مع بعض في سؤال الايميل. سؤال الايميل اول سؤال بيقول لي كومون سابيلتون فوزا، بيسالني عن اسم جاري، جاري مذكر، يبقى هقول ال سابيل علي، اسمه علي. بعد كده ال اي نيكا، هحذف علامه الاستفهام واداه الاستفهام، وهقول ال زي ما هي، وإي زي ما هي، وني زي ما هي، وكا معناها متى، هحط مكانها لو سانك مارس، طبعا اتولد 5 مارس. بعد كده كيسك إليم، حذفت علامة الاستفهام وأداة الاستفهام، وقلت إل إيم بحب إيه في المدرسة، وبقولي كيسك إليم قولي سي، يبقى إل إيم هو بحب لو فرنسي، بحب الفرنساوي. تمام. ده بالنسبة للإيميل. ندخل على الموضوع، بقول لي ريديج ان تكست بور ديكرير كاتر كوبان فرونسي، اوصف 4 من اصدقائك الفرنسويين، ودي احنا خدناها قبل كده، فاحنا الحاجه اللي خدناها في امتحان قبل كده مش هنحاول نعيدها تاني عشان بس الوقت بتاعكم في الامتحانات. طيب هنا نبص الاكزامين اللي بعده اللي هو نيميرو دي سيت. الاكزامين اول حاجه بقول لي كيسكي تو ايم اليكول، انت بتحب ايه في المدرسه؟ هنا جي سي وميرنا. جي سي بتقول موا جو ايم لو فرنسي، انا بحب الفرنسي فاسيل، فاسيل يعني سهل، الفرنسي سهل. جونيم بالي سيونس، مش بحب العلوم. ميرنا بتقول جو ايم لو باسكت، انا بحب الباسكت، جو ديتيست لا جيوغرافي، وبكره الجغرافيا. مارتا موا جو ايم لو فوت، انا بحب الفوتبول، جادور لو فرنسي، وبعشق الفرنساوي. امير قال جادور لي زاكتيفيتي مانيوال، انا بعشق الانشطه اليدويه. جونيم بالونجلي لي سيونس، مش بحب الانجليش وايه والعلوم. اول سؤال بيقول لي امير اي جي سي نيمبا، يبقى دي جي سي بتقول انا جيم لو فرونسي سي فاسي، جو نيم با لي سيونس. طب ماشي، طب ادي بالنسبه لجي سي. طب امير فين امير؟ بيقول جادور جو نيم با لونجلي لي سيونس، يبقى الاثنين اشتركوا في ماده واحده مش بيحبوها اللي هي لي سيونس. تمام كده.
السؤال الثاني، ميرنا جو بيو ميرنا جو بيان، انا ادي ميرنا بتقول جو ايم لو باسكت، يبقى هي بتلعب الايه الباسكت. تمام كده. نيجي للسؤال اللي بعده، ميرنا نيم با ني با بيان اون، ميرنا بتقول جو ديتست لا جيوغرافي، انا بكره الجغرافيا، يبقى هي مش كويسه فين في الجيوغرافي. بعد كده لو دوكيمو ايتان سونداج، وسونداج يعني استطلاع راي، استطلاع راي يعني تقرير، يعني حد يقف في الشارع ويسال. تمام كده. يبقى ده استطلاع راي سير سير اي ليغو دي زيليف، عن هوايات التلاميذ. طبعا طالما في فيرب ايمي وادوري وديتستي تبقى جو دي زيليف. اول حاجه هنا بقول لي تيو كاميل سيكوا، هنا كاميل رد سيتين ماكيت دو واتو، طبعا ماكيت دو واتو ده نموذج لمركب او موديل. تيو جو ان فير ليز اكتيفيتي مانيوال، انا بحب الانشطه اليدويه. كاميل قالت له لا ماكيت اي بور لانيفرسير، ده انا مي ده بتاع عيد ميلاد واحد صاحبي. ال اي مي لودوز مارس، اتولدت 12/3. تمام. قال لها او سي موا دانا، ميرسي كاميل، شكرا كاميل. اي سوبراس لي اي اكي، والاسويره دي لمين؟ ردت عليها قالت سي اوجو، دي بتاعت مين؟ اوجو مون فوازان، ده جيراننا. اليني تروا جور ابيتوا، اتولد 3 ايام، ابري يعني بعد، بعدك يعني، هو اتولد 12، لو ضفنا 3 على 12 هتبقى 15/3. تمام كده. نبدا نحل الأسئلة. كاميل إي أوجو سون، طبعا كاميل فوازان اللي هي أي اللي هي في آخر سطر عندي، سي أو سي أوجو مون فوازان، جيراني. تمام. لا ماكيت دوباتو إي، أدي ماكيت دوباتو جوين فير لي ما، هنا طبعا ماكيت لا ماكيت بور أنيفرسير دانامي بتاع عيد ميلاد واحد صاحبي، هو اتولد 12/3. رد على أو سي موا، ده أنا، يبقى هنا طبعا الماكيت هيبقى أتيو بتاع مين؟ تيو. اوجو ايني، اوجو اتولد امتى؟ طبعا هنا هتبقى كانز مارس، وانا شرحت لكم كانز مارس ليه؟ لانه اتولد 3 ايام بعد مين؟ بعد طبعا صديقهم تيو. يبقى اذا لما هي يبقى اتولد طبعا 3 ايام بعد، يبقى 12 هتبقى 15 مارس. تيو ان بوكو، بيحب ايه تيو؟ طبعا ليزاكتيفيتي مانيوال، الانشطه اليدويه. ده بالنسبه للديكو. هنبصوا مع بعض لاسئله السيتياسيون. السؤال الاول، تونامي تو دي موند دو ديكرير سا شامبر، صديقك طلب منك ان انت توصف حجرتك. كيسكيل دي، يبقى صديق اللي سال وهو اللي قال، يبقى هيوجه سؤال، يبقى هيقول لي كومو اي صف لي تا شامبر. تو ايدونتيفي ان بيرسون، انت بتحدد هويه شخص. كيسك تو دي، هقول سي مونا ان فوازين، انها مونا ودي جارتي. تو دي موند، انت بتسال اتونامي لو موا كوني، الشهر اللي احنا فيه، اوني اللي احنا فيه. كيسك دي، يبقى انت سالته هو هيجاوب، يبقى هيقول اون اي اون جويي، احنا بنكون في شهر يوليو. تو دي موند، انت بتسال اتونامي لا دات دو جور، عن تاريخ اليوم. كيسك تو دي، هتقول ايه؟ يبقى تو دي موند تو دي هوجه سؤال، يبقى اقول كلي لا دات اجوردوي، ما هو تاريخ اليوم 13. تو دي موند، انت بتسال اتونا ميسي كاركتير، عن الكاركتير بتاعه. كيسك دي، يبقى انا سالته هو هيجاوب، هيقول جو سوي تيميد. تونامي، صديقك، تو دي موند لو ليو، وليو يعني مكان، دو لافيت، وليو معناها مكان، دو لافيت. كيسك تو دي، هتقول له ايه؟ اقول له ا لا ميزون، في المنزل، يبقى الحفله هتكون في المنزل. السؤال 15، تو دي موند، انت بتسال اتونا ميسي جو سبورتيف، عن هوايات الرياضيه. كيسك تو دي، يبقى سالته، انت هتقول هتوجه سؤال عن الرياضه، يبقى كيل سبورتو بريفير، الرياضه اللي انت بتفضلها. هندخل بعد كده في سؤال الجرامير، وسؤال الجرامير طبعا اول سؤال في الجرامير بيسال، بيقول لي تو ام اولي سي، الاجابه شيم لماس، يبقى كيسكو. احنا قلنا الفرق بين كيسكو وكوا، ان كيسك في اول الجمله وكوا بتبقى وسط او اخر الجمله، يبقى كيسك تو اي. جونيم با ماس، هتبقى لي ماس، واحنا قلنا ايمي وادري بريفري دي تسوي، بيجي بعده ادوات معرفه. سو ني با، طبعا قلنا دي في حاله النفي بتنزل الاداه زي ما هي، يبقى ان دي سان. سارة ليزيو، ليزيو جمع مذكر، هتبقى فير اللي هي الثانيه. جيم ليز اكتيفيتي، اكتيفيتي جمع مؤنث، هتبقى مانيوال الاخيره. روج، طبعا الالوان كلها مذكره وتسبق بلول، وروج سيما كولير بريفيري. لي براسلي، طبعا براسلي هنا جمع، يبقى سون سوبر،
بكونوا رائعين. ليه تروس؟ تروس جمع مؤنث، هناخد اورانج لان اورانج ومارون قلنا وقت ما بنلاقيهم في اي مكان بناخدهم لانهم مؤنث ومذكر ومفرد وجمع. بعد كده سؤال الايميل، اول سؤال بيقول لي سافا، هقول له وي سافا بيان ميرسي، نعم انا كويس. بقول لي انت كويس، بقول له اي انا كويس او نعم انا كويس. تو ايم ليز اكتيفيتي مانيوال، ده سؤال بدون اداه استفهام واخره علامه استفهام، فهقول وي وتحولها للجو، وايم طبعا هتبقى اخرها او مش او اس، وهن ليز اكتيفيتي مانيوال هكمل الجمله زي ما هي، نعم انا بحب الانشطه اليدويه. قال لي كيسك تو ايم فير، هنحذف كيسك وعلامه الاستفهام وتحولها لجو، جو ايم فير لي ماكيت، والماكيت يعني النموذج او الموديل طبعا بتاع اي حاجه. هنا ديكريتون ساك، اوصف شنطتك خدناها سابقا قبل كده، وبر الفورنيتور سكولير برضو خدنا. هنا بقول لي سي كانتون انيفرسير، متى عيد ميلادك؟ قال لي جو سويني لو برومي، لو برومي يعني واحد، لو برومي ابريل اول ابريل، جي سيزون انا عندي 16 سنة. توم رد عليه قال له موا اوسي، وانا ايضا يبقى برضو عنده 16 سنة. جو سوي ني لو ميم دات، اتولدت في نفس التاريخ، يبقى 1 ابريل. تو ار دي كوبان فرنسي، انت عندك اصدقاء فرنسويين؟ قال له وي جي ان كوبان فرنسي، انا عندي صديق فرنسي. اولي سي ال سابيل بيير برنار، وهو اسمه بيير برنار. قال له الى بيت ابيت افيكي، قال له الى بيت اوكير، هو بيسكن في القاهرة افيك سي بارون مع والديه. ال سون بروفيسور دو فرنسي، وهم مدرسين فرنسوي. كومو ايتيل، صفهو لي يعني وصفه لي. قال له الي انتيليجون ذكي ايتيميد خجول كوم توا مثلك. اول سؤال قال لي توم ايني، طبعا اتولد هنا اول حاجة لو برومي افريل، تمام كده. رد عليه قال له موا اوسي، وانا ايضا جو سوي ني لو ميم جور، انا اتولدت في نفس اليوم، يبقى 1 افريل اللي هو 1/4. مسيو برنار اي، طبعا هنا لا بيت اوكير افيك سي بارون سو بروفيسور دو فرونسي، يبقى مسيو برنار هيبقى بروفيسور دو فرونسي. بعد كده بيير اي، طبعا في الاخر خالص سام، طبعا توم قال له كومو الي، وصفه لي، قال له الي انتيليجون اي تيميد كوم توا، وخجول مثلك، يبقى بيير طبعا هنا تيميد. بعد كده بير ابيت اوكير افيك، بير بيسكن، ادي هنا الى بيت، السؤال فوق الى بيت اوكير افيك سي بارو، مع مين؟ مع والديه، يبقى هنا مع صفا مي مع عيلته. الدوكيمو التانية هنقرا الدوكيمو مع بعض. جو مابيل مونا علي، جو سوي لسيان، انا طالبة في المرحلة الثانوية علي كل الجلاء في مدرسة الجلاء. جو سوي ايجيبسيان، انا اكون مصرية. جي دي سيتون، عندي 17 سنة. جو سوي اون دوزيام اني، وانا في سنة تانية. مون انيفرسير اللي هو عيد ميلادي سي لو 28 فيفريي، 28 فبراير. جو ايم بوكو ليماس، وانا بحب الرياضة ايلو فرنسي والفرنساوي. جو نيم بالو شان، مش بحب الاغاني. جو ديتيست لا موزيكا، وانا بكره الموسيقى. موديل جو باس مي الوزير اسير في سير انترنت، وانا بقضي الوزير يعني وقت الفراغ، بقضي وقت الفراغ سير في سير انترنت، بتصفح على النت. اي اشاتي افيك لي كوبان، بدخل على الشات مع اصدقائي. جي ان فوازين دو كارتي، وانا ليا جاره في الحي السابيل فريده، اسمها فريده. الا دور لافانتور، بتحب الرسم. ايلو سينما. السؤال الاول منى اي فريده، طبعا دي فوازان دو كارتي، جيران فين؟ في الحي. بعد كده منى نيم با شانتي، منى مش بتحب تغني. فريدة ايم بوكو، طبعا لو سينما، فريدة بتحب السينما، لان في اخر سطر موجود فريدة الا دور لابانتور اليو سينما، بتحب السينما. هنا بولي منى ايني لو، منى اتولدت طبعا فانوي 28، تمام كده فيفري. هنشوف سؤال السيتياسيون مع بعض. سؤال السيتياسيون اول سؤال بولي تو انديك لو برومي جور دو لا سومين، بتوضح اول يوم في الاسبوع اون ايجيبت، فين؟ في مصر. يبقى انا عندي اول يوم في الاسبوع لو صامدي يوم ايه؟ السبت. تو دي موند، انت بتسال. اتونامي صادات دو نيسونس، وضد دو نيسونس يعني تاريخ الميلاد. كيسك تو دي، هتقول ايه؟ يبقى هتوجه سؤال، يبقى هقول له تو اي نيكا، متى ولدت؟ 11. تو دي موند، انت بتسال.
اتونامي لي زوبجي الادوات دان سا تروس اللي موجوده في المقلمه كيسك تو دي هتقول ايه يبقى تو ديموند انت تسال يبقى هوجه سؤال عن الادوات اللي موجوده في المقلمه طبعا هقول له كيسك تو دان تا تروس معاك ايه في المقلمه تو بارل دو ويك اند اون ايجيبت بتتكلم على الويك اند في مصر كيسك تو دي يبقى الويك اند في مصر يبقى الاجازه في مصر تبقى سيلو فوندرا دي يوم ايه الجمعه تو دي موند اتونامي سوناج كيسكيل دي انت سالت صديقك عن عمره هو هيقول ايه يبقى اجابه يبقى هيقول لي جي كانزون ادمي انا عندي 15 سنه ونص تو برون كونجي بتودع دو تي كامارات دو كلاس بتودع اصدقائك في الفصل كيسكي تو دي يبقى هقول لهم تشاو او ا بلس الى اللقاء تونامي تو دي موند لي زوبجي دان تون ساك كيسكي تو دي ايه الادوات اللي موجوده في الشنطه يبقى دي ليفري دي كي طبعا كتب وكراسات هنبدا مع بعض في سؤال الجرامير تمام هنبدا مع بعض في سؤال الجرامير سوسون دي فيتر فتر جمع مذكر هتبقى كولري اللي هي نمرو سي كيل اج منى تبقى منى لان فيرب افوار مع ال هيبقى لي في اي موا اي اسم زائد موا بيساوي نو افون دي شا عندنا قطط هنا سي الاجابه سيتين ماكيت يبقى هنا كيسكو سي ما هذا لغير العقل بعد كده السؤال اللي بعده جو سوي ني هتبقى او موا دو ودي قلنا دي تركيبه على بعضها اللي هي او موا دو ويت مي طبعا قلنا اي عدد مذكر ويسبق بلو ما ينفعش احط ال ابوستروف قدامه اطلاقا سي الاجابه سي مون فوازان جيران يبقى هنا سي كي من هذا للايه للعاقل ماكو بين صاحبتي طبعا هنا هتبقى ادور لان تصريف افعال المجموعه الاولى مع ماكو بين بتساوي ال يبقى الفيرب هينتهي بال تمام بعد كده سؤال الايميل اول سؤال بيقول لي تو ان كوبان برازيليان طبعا هجاوب السؤال هقول وي طبعا وي وي يعني نعم والتو دي هحولها لجو جي ان كوبان برازيليان انا عندي صديق برازيلي تمام كده يبقى اذا هنا بنقلت وحولتها لجو وصرفت مع الفير ونزلت الباقي ده كله زي ما هو بينزل زي ما هو طب بعد كده ال ا كيلاج انا حذفت الاستفهام وعلامه الاستفهام وال هتنزل زي ما هي و ا وهتبقى مثلا 17 دي سيتون عنده 17 سنه كيل سون سي كاركتير ايه هي الكاركتير بتاعته يبقى ال اي كال اي سامبا هو ايه هادئ وظريف او لطيف تمام كده بعد كده بقول لي بريزونت تا فوازين دو كارتيه خدناها بس انا برضو هقدمها لكم هقول ال سابيل منى هي اسمها منى طبعا هو مديني ني وايمي خلاص ال ا دي سيتون عندها 17 سنه ال اي ني هي اتولدت طبعا هتبقى 2 او ال اي ني لو 5 مارس هي اتولدت 5 مارس ال ايم لو فرنسي هي بتحب الفرنساوي ال ايم لو روج وبتحب اللون الايه الاحمر وان شاء الله باذن الله اتمنى لكم النجاح والتوفيق وانتظروا الحصه الجايه في المراجعه على الوحده الاولى ان شاء الله باذن الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته